خلينا متقدمين بس خلينا نفوز ونحتفل. حلو هم قول مسحنا. احترقوا احترقوا بالممر مات واحد الثاني ده يتدمج. ها في جونا من ورا من ورا عمر عمر راح يجونا من ورا من ورا الغاز مرة الغاز مرة الغاز مرة الغاز مرة الغاز مرة الغاز مرة صور مروان يسرتك يسكتك مروان يسرتك ما حدش راح يضحك تعالوا نزلوا علي نزلوا علي هذا مكان هم مال احتلال انا قاتل لهم هنا حتى لا حتى لا يفتروا لي منه روح روح انطلق روح هاي لازم هاي الجهة روح روح انطلق انطلق قاعد واحد منهم كشمة رمحان هذا غاز هذا غاز يا حبيبي جدك هي حجي 100 غاز استعمله يعني مو بس واحد دينارك انا فلش البيت وقاعد هو هيك قمزه ويا قمزه اه يا ركي ما تبني فيه من فوق اه قاعد مناط لا قتلوني واحد تعال دمر دمر 50 بس طلقتين يموت طيب خذ طبعك بنزل عليك روح بعيد عليهم قطان قطان ميجوك ايش متد ترى في العمر مدمج مدمج هذا مروان راح افتل من هالسج من هالجهه راح عليه ترى هو مو اي تلقاهم كمبر في هذا المكان انا شوف انتهيت لهم دق علي والعب وراح تركيبي كله لا 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 كش ارد كش ارد مطلع عباط موتني تعال مطلع تعال قاعدني بسرعة يلا شباب بس اريد نفوز بس اريد نفوز هذا خراب انا معلم كل عالم والله رددك رددك جو جو منك يا ابن الاي وينك عمر جيتك من هذا يقول مدري مناف يمك كيف اي 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 كتلتك كتلتك والله كتلتك كتلتك صورة افا هذول مبتدئين مبينين صباحين يمك يمك طيب في البيت في البيت يمك اصبر جيتك 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 يا ماسك تشيل عمار بس انا اخذ هذا جايك جايك سام جايك جايك سام واحد بالبيت عينته لا قول له قوانين وخبصتونا طورت طورت بس نفوز واحد اجى من الدربونة مناف 13 متر عنه يا حبيبي اجى اجى يم الشجرة اجى يم العلم كلكم ميتين خط الجواز ارجع ارجع الاخضر واحد الاخضر منه هذا اي ثلاث ثلاث يا ابو واحد ثلاث واحد اه واحد يمكم اجاك ابو ميدك ورا طيب طيب استني انت خليك ما ترجع على ثاني قتلتك 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 يلا يلا لا متت 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 ابو النيف قاعدني هاش تيدك وطل ها؟ من الوسائل تيتي انت ياهم ايش تخواتهم يلا يا رب العيال واحد طاب ثلاثة احترق واحد احترق بس دبوا الرمانة مات 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 اخذناه اخذناه قدمه يا ولد جيتك جيتك
روح 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 ما شفته مو دخان طبولهم يلا طبولهم طعنت اصبر الو سامي 42 بيشيهم سامي احمي من وراي طيب ارجع احمي 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 والله يا ابو الدون خليه متصور يا ابو الدون هذا مطلع عباس كلش قوي هاي راحت بي متت متت يم البي فزنا سهله زينه قول لهم هاي عند الفيديوهات والصور ترى بس لا طلع من اوقف خلينا نشوف شو يقولون والله قول كل غاز وفدروف وكاشف حلوة تمام حلوة ما عندنا قول لي مو فدرة أخو دخان حلوة حلوة أنا هو طول عيال رأي ما يحبك هو ما يحبك تبديعات خيرهم ولك 26 هو خيرهم يا بس ولا في عادي وين منين جبتهم حسان وين لقيتهم هذا وياي صديقي بالمنطقه قديم وما ادري شايفنا يمكن معلقين بالجروب طب قال عندكم بلاتو وما اعرف شنو هذا هم خوي امان الغاز وفدوف شو السالفه قول صبرناها قناص شو استعملنا كارباين بيترلي لا كارباين لا بيترلي هذا روسي لا مين كارباين خوي بس اسمعني عندنا سكاوت واحد اسمه مناف اس ار تي مو مناف قحطان ما ادري اسمه قحطان اسمه قحطان ها اخوي مختار اسمي لي كارباين اسم لي كارباين يعني موجود ال موجود طقوا صورة الولد للغاز وللفدرة المثل هو أصلاً بارني هو أصلاً ما يلعب بسلاح روسي مرهوم أبد يعني أخذ من الشارة وإذا لاعب تحقني بكل شيء يعني إذا طالع السلاح تحقني بكل شيء عاصم يا ماركسمان أبو الناظور اوكي مسموع قول له اسمي لي ماركس مان يعني اذا اروا غلط بس اوكي قول لهم جماعتك خليهم يمشون بالقوانين لان عمان الله يلا واسالني هم وصلوا لي يلا حبيبي شو نزلت مروان انا نزلت مروان انزل اطلع اقول لك شنو سلاح فرنسي ارجع سامي شنو هو؟ يقول لي صاحبكم كتل صاحبنا بالسلاح الفرنسي بالسكاوت ما اقول ما نستخدم يابا تعالوا نزلوا ترى نزلوا هم يا ولد شباب بس راحوا منك ترى راح تقعدوا فوق يابا طب يا معلم بس تزمو حتى ماكو اي حجه عليهم ولوهم ايه من الباقي قتلت واحد يم الدرج مصطفى عباس قتل انا فوق قتلت واحد هنا دشموا علي رمان بس ما ادري يوقفوني جواي دا اسمع صوتهم
انا ما بزم درج. طيب انت زم درج، انا حنقلب عليهم. انا لازم درج جواي يا مروان، جواي تعال جواي اذا اسمع صوتهم يم الدرج جواي، اذا بدك تشوفني بالخريطه حتشوفني. ثاني واحد زي مروان تبع جوهر هذا انت مفيان تكرت اردخل واحد عيصاد كتلت بالدرج، كتلت الواحد. اكو بعد اسمع اصوات جوا جايك سامي اكو واحد ذاك عينته ابو مدك احد تشوفوه. يلا يا ولد هاي اخذناه روح تقدمه. انا راح احط من وراك على السي هاي السي ما كونكريت سيدي تعالوا عندنا على الدرج. بشرفكم لا حد يغلط باي شيء. لا ما عم يا بدنا نلعب بالقانون والله. هم جهله يابا ارسي هذا واحد ارسي دي يستعمل مو قلنا ما يصير. هاي هي ثاني فاتح فيديو دا اصور وهاي صوره هم طقيت. واحد اسمه كارلوس 1110 دبليو جزنا بالجروب والله بس جزنا بالجروب خلت لي اقول له شنو اثنين من النار طيف لا هذا الاخ ما فيك مهند اجونا واحد من الباب قبلنا واحد من الباب قبلنا واحد من البيت ما خبر عليك جيتك حجي احنا نسجل ودزلهم ادزلك اياها وبنهاية اللعبة تزلهم اياها كلها كلها هاك استلم ها انا ستطقيت صورة ودا اسجل فيديو اصلا مش سهل يابا هم ترى ضعاف عينتلكم كلش مدمجين وين يقع هاي من ورا بعد شبيه جيتكم لا كتني هذا السبورت سبورت واسول طبه بعدها شعراي يا ولد شعراي عاشتيتكم هاي عاشتيتك روح بوجهك روح ما اختفيت وانا سجلت تيرتي قعدوني بال ماك احد طيب نبدا انت برهوم استني هذا في اي بي صوت بوع البينج مالتي 1500 خرب بالحظ راح ابقى مكاني لحد ما يصعد نزل ان شاء الله اثنين خراب ما اقدر العب على البينج 2300 صار مو وقته اثنين ورا بس قتلت هذا السبورت مالتهم جيتك منو مات هنا ليش كنسلته؟ ولا واحد من لحنا ما كنسلته انا لا عمر عاشتيدك جيتك يلا يم العلم بس واحد يجي يم العلم والولد خليه يكتلون انا حق قدم هاي قنبله جت فوق العلم طلع عندهم واحد جيتك منو مات يلا راح اقعدك دخان اركض ريسن كتلت واحد كتلت الثاني روح عمي غنبيك استخت الهرقم هذا ابو الناظور لوكر الخراب دينا لك بعيد روح يا ولد يلا روح يحتاج دائما ويموت يقول لي ابو نيف مسيطر يلعب ويشتغل خلي يطلع كسرتي على عيني شايف دول يزعلون اشرت لكم سنايبر جايكم وين هذا وراي قتلته كلهم ورانا
انا حاب تعمل بيت ويا يعني هيك كل طريق دحك. جيتك جيتك جاني واحد جاني واحد لا كتني 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 بس طلعت قدام هياته قدام قدامك لا يا الله دي مطلق كعبات لا 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 شغلها ركزوا شباب على وحدة حتى نفلشها ونروح على الثانية لا عيونك فجرتك جلل حلو ضربت قبلتين و تي ام سي حلو جيتك حاج جيتك قتلتك 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 قعدني وقف دقيقة لو بردت تلود يلا روح روح جو من يمن القطار يا ولد دي واي قتلته وهذا التي باك الزين ابو الار اس سي قتلته دل... لا كنت انا واحد ابو السيري قوتي عم ادر اروح صدوك كذيب نوبية هو السيرفر انا شيكته ترى حاطين بيه بس مرحلتين السيرفر يقول تيم ديث ماتش اللي يجي عادي تلعبون لا لا ما نلعب تيم ديث ماتش ما نلعب لا احنا عد مهمة نسويها ناخذ هاي نحتل ديتش قول له ماكو ماكو بقانون التحديات ترى تيم ديث ماتش اكو بس احنا بس بس تحديات قول له قول له قانون التحديات ما بدي ديث لا ياخذون بومبوكشن انا اقول لك لا ممنوع ممنوع عفوا ملغي من السيرفر بس اطلب لا لا منع منع شطين فزتوا بلا ياي قلت اسلم انت على على الارض قام تشرف من غير روبوت اقول لكم تذكرون سالفه فروك قلبنا هروك هو صار بيهم هيك سالفه اقول لك اسمها دومينيشن مو دومينيشن 5 و 5 تقول اي يوم قلت لك انا جايكت السيتنجز مال سير لا تنزلون يا ابو ننزل لا لا انت خلينا ننتظرهم نحطين ولا ما نلعب تيم ديس ماتش لا لا يا ابا ليش دن نلعب وياهم بعدين يقول لك ها شوف فزتوا عليك فزنا عليكم ديريد لا يحد جاي يفوز بيها عليك جيم واحد بال ديس ماتش حضر بوتك بسم الله الرحمن السلام عليكم تم اللعب البوت ماتك ما حلوه اذا تجون ما عندي مهمه اسويها اذا تسوي الفلور لا 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 ما لي شغل ما بيها فد شيء حلو انا ما العب انا بالنسبه لي قال دومينيشن احنا ضابطين اكثر من هاي الفرونت لاين قول دومينيشن احنا 8 بس 8 نلعب لا لا دقيقه دقيقه لا حد ينزل ترقبوا وانت جيت لا